أم الحياة ومصدر الثروة الزراعية، تحمل في طياتها سر النماء والازدهار، وبساط خصب يروي قصة الحياة حيث تتفتح فيه البذور لتحقق رحلة النمو والتجدد. التربة، في رحمها تجتمع المياه والعناصر الغذائية لتمنح النباتات القوة للنمو وتحمل الثمار. في عام 2002 قدم الاتحاد الدولي لعلوم التربة اقتراحا بإقرار الاحتفال باليوم العالمي للتربة في 5 دجنبر من كل عام، لأهمية التربة واعتبارها عنصرا حاسما من النظام الطبيعي ولإسهامها الحيوي في رفاه الإنسان. كيف لا وهي تمنحنا 95% من غذائنا، كما يمكن لمتر مكعب واحد من التربة الصحية أن يحتفظ بأكثر من 250 لترا من الماء. اليوم العالمي للتربة موعد سنوي فيه يتم تركيز الاهتمام على أهمية التربة الصحية والدعوة إلى الإدارة المستدامة لمواردها. وفي عبير التربة يتسامى عطاء الطبيعة والإنسان، فهي مورد حيوي للحياة ومصدر للرخاء. لذا دعونا نعزز حبنا واحترامنا لتلك القطعة الصغيرة من الأرض التي تحمل في طياتها حكاية النبات والحياة.